جدل كبير بين مشاهدينا الكرام على قناة الشعب قناة شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مركب مولاي عبد الله بالعاصمة المملكة المغربية الرباط. تشوفوا مشاهدينا الكرام يعني حضور يعني بدات الجماهير الودادية تدخل الى مركب مولاي عبد الله في هذا الاثناء، بدات يعني تتعمر المكان المخصص ديالها. جماهير الوينرز حضرات وحشت الى العاصمه الرباط بكثافه واحد الدرجه اللي كبيره وكبيره بزاف. يعني حضور جماهيري مكتف هنا في مركب مولاي عبد الله في عاصمة المملكة المغربية الرباط. يعني مشاهدينا الكرام اليوم النقاش كان حول البرمجة ديال المباراة والتوقيت ديالها اللي كان يعني مع الربعاء ويوم يعني الخميس. يعني كانوا مجموعة من اللحظات بعد تسخينات الدروة، يعني كتشوفوا مشاهدينا الكرام حضور للجماهير الودادية بدات تتحج مركب مولاي عبد الله في هذا الأثناء. شوفوا مشاهدينا الكرام الجماهير الودادية مازال يعني في أبواب مركب مولاي عبد الله كتحج إلى الملعب والمكان المخصص لها. مسألة نعود إلى مسألة البرمجة مشاهدينا الكرام، مسألة البرمجة مجموعة من الجماهير اللي غادي تشوفوهم على قناة الشعب. مسألة ديال البرمجة والتوقيت، يعني التوقيت يعني ما كانش يعني مناسب، وحكم ان العمل والناس كيخدمون اليوم يعني وسط الاسبوع المسؤولين واحد اللي ما بغاش يكشف على الاسم ديالو في مركب مولاي عبد الله. هذه البرمجه جات تناسبات مع يعني لان مركب مولاي عبد الله فيه اصلاحات، وكاع الناس اللي شافوا مركب عبد الله مولاي عبد الله يعني كاين اصلاحات ديالو وفي الطريق المؤديه للملعب، يعني كاين اصلاحات مولاي عبد الله. هذا الاصلاح اللي مهمه جدا او مركب مولاي عبد الله ان في المساء بحكم ان الصيانه وايضا الاصلاحات اللي على قدم وساق في مركب مولاي عبد الله يخافوا على انه ينقطع الضوء او يوقع شي حاجه لا قدر الله. ف ارتاحوا على انهم ينضموا او انهم يجروا هذه المقابله الكلاسيكو المغربي اللي ما كرهناش يكون دار بالليل، ولكن الاصلاحات اللي كتجرى مركب مولاي عبد الله هي السبب في انه تم برمجه هذا برمجه الكلاسيكو على الساعه الرابعه. فكما قلت لكم الاصلاحات اللي كاينه في مركب مولاي عبد الله هي السبب
لانه تبرمجت المقابله الساعه الرابعه زوالا. كي تشوفوا مشاهدنا الكرام بدا جو الوينرز بدا مركب مولاي عبد الله الى المدرجات المخصصه الوداديه. كي تشوفوا يعني الكرام جماهير الوينرز و غادي يبينوا لنا ويخلقوا الفرصه في المدرجات، يعني غتكون ويكون واحد على المقدر، واكيد واكيد جدا غادي يكون اكيد واكيد جدا على ان تكون مقابله اخرى في المدرجات بقياده الوينرز والكورفاتشي. هنا هستيريا، هنا هستيريا مشاهدينا الكرام، هنا هستيريا حقيقية مشاهدينا الكرام. مركب مولاي عبد الله هستيريا في كلا الجانبين، على يد الجماهير العسكرية وعلى يد الجماهير الودادية، الجماهير مركب مولاي عبد الله يعني بكل صدق تكون فرجه هنا الصراع على الصدر بين فريق الملكي وفريق الوداد الرياض البيضاوي، صراع الكلاسيكو غيكون بطعم الاهداف، بطعم الاهداف غتكون مقابله اكيد مقابله صعيبه وصعيبه بزاف لفريق الوداد اللي جا من الدار البيضاء من العاصمه الاقتصاديه الى العاصمه المملكة المغربية الرباط باش انتزع الثلاث نقاط وانه الصدارة في الترتيب، ولكن هيهات مشاهدينا الكرام الجيش سهل فريق يخلي ما يكونش طعمة سهلة في فم في فم الوداد البيضاوي، اكيد على انه غيكون صعيب فريق الجيش الملكي غادي يقدم افضل ما عنده في هذه المقابله باش يستمر في الصداره ويهرب ثلاثه نقاط. هذه المقابله تمر هذا الكلاسيكو المغربي بامتياز، انه يمر في اجواء من الرؤيه بين الفريقين وبين انصار الفريقين. اكيد الجماهير الوداديه باللون الاحمر في المدرجات، يعني واحد الجو جميل، واحد الصورة أكثر من رائعة، و ظهر الجيش الملكي باللون الأحمر و الأخضر والأسود على جانبي الأيمن. تشوفوا السيرية حقيقية مشاهدينا الكرام، السيرية حقيقية ستكون في المدرجات، السيرية حقيقية في المدرجات. فريق الزعيم يعني في هاد المقابلة اللي على الصدارة، على الصدارة لاعبين على الصدارة فريق الجيش الملكي، يعني انه لسنوات على البطولة في فريق الرياض البيضاوي.
مشاهدينا الكرام هنا في مركب مولاي عبد الله، هستيريا هنا في مركب مولاي عبد الله مشاهدينا الكرام، احتفالية هنا فريق الجيش الملكي ولا فريق الوداد الرياضي البيضاوي. هستيريا، مقابلة ما تكون سهلة مشاهدينا الكرام، مقابلة تكون صعبة صعبة، مقابلة ما سهلاش على الفريقين، ما سهلاش على الفريقين، كل شيء باغي صدارة، كل شيء باغي ثلاثة نقاط. الوداد جات من الدار البيضاء باش أنهم ينتزعوا ثلاث نقاط من الزعيم، لكن الزعيم يعني بكل صدق مشاهدينا الكرام، السيريا السيريا هنا، السيريا هنا في المدرجات، الجماهير مشاهدينا الكرام، الجماهير أمواج بشرية، أمواج بشرية هنا في مركب مولاي عبد الله، الجماهير الودادية تصنع الحدث في عاصمة المملكة المغربية الرباط، وبالضبط مركب مولاي عبد الله. إن للسيريا، إن للسيريا هذه اللحظات، للسيريا الجماهير الودادية التي تطالب الأول الأول وانتزاع قد يسمح أن الوداد اليوم تنتزع ثلاث نقاط من على أرضية ملعب كملاعب المغربية، لأن مقابلة قدامنا مقابلة ماشي سهلة على الاثنين، لا على فريق الجيش الملكي الزعيم ولا على فريق البيضاء. صعيبة هذه المقابلة مشاهدينا الكرام، صعيبة هذه المقابلة وما سهلاش على الفريق، صعيبة وما سهلاش. يعني الكل يترقب، الكل يترقب الهستيريا في على الجانب الايمن مني في تتواجد المكان المخصص لفريق الجماهير وانصار فريق الجيش الملكي، وعلى يدي اليسرى كي تشوفوا المكان المخصص للجماهير الوداديه، ولا زالت تتوافد الى حدود الساعه الجماهير الوداديه، ما زالت تتوافد على مركب مولاي عبد الله فقط، لا لشيء الا للتشجيع، إلى التشجيع ومساندة فريقها الوداد الرياضي. مقابلة كلاسيكو سيكون بطعم الكبار، الكلاسيكو سيكون بطعم الكبار. شوفوا مشاهدينا الكرام على قناة الشعب، قناة شوف تي في، الجماهير الودادية لا زالت يعني ما زالت تتوافد كي تشوفوا انها ما زال يعني تتوافد على مركب مولاي عبد الله في هذا الاثناء.
مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر. ما تمشيو فين، ارفع لكم بعد قليل بث مباشر اخر باش نوريكم الاجواء داخل مركب مولاي عبد الله، اجواء ديال الاحتفاليه ديال هذا الكلاسيكو اللي غادي يكون هستيري. هذا الكلاسيكو اللي غتكون على المستطيل الاخضر، الفرجه على المستطيل الاخضر، واكيد غتكون الفرجه في المدرجات ما بين لاكور انصار جماهير الجيش الملكي والوينرز انصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي.